عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم من تيم هاور، وان شاء الله النهاردة معانا المحاضرة التامنة في الاناتومي بعنوان الفانكشنال سيريبرال ارياز. ماشي، خدنا في المحاضرة اللي قبل دي اللي هي محاضرة رقم 7، اتكلمنا برضو عن السيريبرال هيمسفير، بس اتكلمنا عليه ايه؟ اتكلمنا عليه كتقسيمات، يعني عرفنا ان هو بيتكون من لوبس، ماشي، وعرفنا اسماء اللوبس، وعرفنا ايه السلقص اللي مقسماها، وعرفنا يعني ايه سلقاي اصلا، ويعني ايه جيراي، وعرفنا اسماء الحاجات دي. المهم قبل ما نبدا المحاضره دي يكون عندنا خلفيه عن الكلام اللي انا قلته ده، اللي هو موجود في المحاضره 7 عشان هنحتاجه يعني. ماشي ماشي، النهارده باذن الله برضو هنتكلم عن السيريبرال هيمسفير، وهنتكلم عن السيريبرال ارياز. هنقسم برضو السيريبرال هيمسفير كارياز، بس مش زي المره اللي فاتت، مش هنقسمه كاناتومي يعني سلقاي وجيراي وكده، لا هنقسمه فانكشنال، هنقسمه على حسب الوظيفه بتاعه كل جزء. تمام ماشي، يبقى انا هتكلم عندي عن الارياز اللي موجوده في السيريبرال هيمسفير، كل هيمسفير يعني. عندي كام اريا هنتكلم عنهم؟ عندي 13 اريا. كل اريا ليها وظيفه محدده، المفروض نخرج عارفين ايه عن كل اريا، عارفين اسمها، عارفين مكانها، عارفين الوظيفه بتاعتها، وعارفين لما يحصل فيها ليجا هينتج عنه ايه. ماشي، وطبعا ليجا لما يحصل عندي ليجا هيبقى عندي لوس في الفانكشن بتاعه الجزء ده. ماشي ماشي، تعالى نبدا كده بسم الله. نبدا باول اريا اسمها الموتور اريا، او اسمها اريا رقم 4. اول حاجه نعرفها عنها ايه؟ نعرفها عنها مكانها. ماشي، احنا كنا عارفين، المفروض احنا عارفين ان ده كده اسمه سنترال ايه؟ سالكس. ماشي، وده كده اسمه ايه؟ بري سنترال سالكس. تعالى نكتب بالقلم ده، ده كده في سنترال ايه؟ سالكس، وده كده اسمه بري سنترال سالكس. اللي بينهم في النص ده اسمه ايه؟ اسمه البري سنترال جايروس، اللي هو رقم 4 اللي هو متلون بالازرق ده. ماشي، طيب ده كده اللاترال سيرفيس، اعكسيها بقى اهو، بقى هنا كده ميديال سيرفيس. ماشي، عند الميديال سيرفيس كان عندي هنا حاجه اسمها سنجوليت ايه؟ سنجوليت سالكس، كان بيطلع منه هنا كده خط وهنا كده خط اللي هو هنا ده. ماشي ماشي، اللي بينهم ده كان اسمه ايه؟ اللي هو ده كده كان اسمه ايه؟ ده كده كله على بعض كان اسمه ايه؟ كان اسمه، نمسح كده، ماشي، كان اسمه بارا سنترال لوبيول. ماشي، هناخد منه الانتيريور بارت بس. ماشي، يبقى انا خدت ايه؟ خدت البري سنترال بري سنترال جايروس، وخدت الجزء اللي قدام، ما ده كده قدام اهو انتيريور، وده بوستير، صح ولا ايه؟ اللي ورا ده بوستير. يبقى انا كده خدت البري سنترال جايروس، وخدت الانتيريور بارت بتاعت ايه؟ بتاعت البارا سنترال لوبيول. ماشي ماشي، دي كده الاريا فول او الموتور اريا، ده مكان بتاعها. ماشي، طيب كده عرفنا مكانها، عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف الفانكشن بتاعتها. قال لك يا باشا اسمها موتور اريا، يبقى الفانكشن بتاعتها ايه؟ الفانكشن بتاعتها هي مسؤوله عن الفولنتري موتور اكتيفيتي. الفولنتري موتور اكتيفيتي بتاعت الجسم كله يا دكتوره؟ هقول لك مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ يعني انا عندي 2 هيمسفير، كل هيمسفير فيه اريا فور، عندي اريا فور في الهيمسفير اليمين، وعندي اريا فور في الهيمسفير الشمال. في 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 النص اليمين، في الفص اليمين، مسؤول عن الفولنتري موتور اكتيفيتي بتاعت نص الجسم الشمالي. تمام، اسمها ايه؟ اسمها كونترا لاترال سايد اوف ذا بودي. ماشي، يعني الجزء الثاني من الجسم. طيب الاريا فور او الموتور اريا اللي موجوده في الفص الشمال مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن الموتور اكتيفيتي اريا، او الفولنتري موتور اكتيفيتي. ماشي، الفولنتري موتور اكتيفيتي وخلاص، بتاع انه هي في الشمال، يبقى بتاع نص الجسم ده اليمين. الحركه دي اسمها ايه؟ اسمها كونترا لاترال سايد اوف ذا بودي. ماشي، يبقى دي الفانكشنال بتاعي الموتور اريا. اهو بيقول لك الفولنتري موتور اكتيفيتي بتاعت الكونترا لاترال سايد اوف ذا بودي اكسبت مين؟ اكسبت الايز. معنى كده طبعا الايز لازم نتحكم في الفولنتري موتور اكتيفيتي بتاعتها. اذا هلاقي عندي اريا مخصوص ربنا جعلها للاي، وهيبقى اسمها اريا 8، اللي هي هناخدها كمان اريتين كده ولا حاجه. ماشي ماشي، طيب ايه تاني عايزين نعرفه؟ حته كده صغننه كنت فوتها فوق. ماشي، هنا كده بيقول لك ان الموتور اريا والاريا فور دي اسمها بيراميدال اريا. اسمها ايه؟ اسمها بيراميدال اريا. ليه دكاتره اسمها بيراميدال اريا؟ عشان فيها بيراميدال سيل. حد افتكر من الهيستولوجي ان احنا كنا خدنا ان عندي السيريبرال كورتكس عباره عن 6 لير، فيهم لير فيها جاينت بيراميدال سيل، صح؟ فعشان كده سميناها بيراميدال اريا. طيب معلومه مش مهمه، احنا كنا خلصنا الكلام ده. نيجي هنا بيقول لك برضو ان الموتور اريا والاريا فورج هي الاريا المسؤوله عن الهايلي سكيل موفمنت. يعني ايه هايلي سكيل موفمنت؟ يعني الموفمنت اللي محتاجه سكيل عاليه. يعني ايه؟ واحد مثلا رسام
الرسام بيمسك القلم بالحنطوفه ويتحرك بالراحه ويمشي يرسم حاجات كده، عايزه سكيل، عايزه دقه في حركه في الحركه بتاعته. ماشي، عندك مثلا الجراح، ماشي، عندك ماشي الرسام والجراح والناس دي، ماشي. فبيقول لك ان هي موتور اريا اوف الهاي سكيلد موفمنت، ماشي. طبعا زي ما احنا عارفين للأوز الصياد اوف ذا بادي، وهنا مكررها تاني، بيخرج منها افرنت. ايوه، طب من غير ما نقرا بيخرج منها افرنت بتروح فين؟ بتروح في الاخر ان هي توصل للنيرف اللي رايحه للمصل، نعمل فيها نعمل لها اكشن بتنشن ونخليها تتحرك، صح ولا ايه؟ مش هي موتور اريا مسؤوله ان انا اعمل حركه للمصل دي؟ ايوه بالظبط. قالك بقى الافرنت بتاعتها اسمها بيراميدال ثريد. ثانيه نفهم، مش هي اسمها بيراميدال اريا عشان فيها بيراميدال سيل؟ البيراميدال سيل الاكزون بتاعتها، ما انا عندي اي سيل عباره عن ايه؟ اي نيرون عباره عن ايه؟ عندي الاكزون وعندي الدندرايت وعندي ايه؟ السيل البازل او الصومة. قالك ان الاكزون بتاعتها، الاكزون بتاعي البيراميدال سيل بتتجمع مع بعضها وبتعمل لي بيراميدال تراك. يبقى البيراميدال تراك تبقى الاكزون بتاعه البيراميدال سيل. طيب البيراميدال تراك الافرنت ده رايح فين؟ قالك بص بيديني حاجه اسمها كورتيكو سباينال. كورتيكو يعني ايه؟ يعني خارج من السيريبرال كورتكس. سباينال يعني رايح للسباينال كورد. كورتيكو يعني ايه؟ خارج من السيريبرال كورتكس. نيوكليير يعني رايح لفين بقى؟ رايح للموتور نيوكليير بتاعه الكرينيال نيرفس. فاكرينها؟ كان عندي موتور نيوكليير الكرينيال نيرفس. اه طيب، طب موتور نيوكليير الكرينيال نيرفس دي بعد كده بتروح فين؟ بتروح للمسلز الفلانيه اللي انا عايزاها تكون بالاكشن، خليها تتحرك. ماشي ماشي، مش مهم اقول الحته دي عندي بتاعت الافرنت دي. الليجن بقى مهم، الليجن اسمه كونترا لاترال هيمي بليجيا. يعني ايه الكلام ده؟ يا رب اكون ما صح. كونترا لاترال احنا عارفين يعني ايه؟ يعني نص الاخر. يعني لو هو في الهيمسفير اليمين يعمل لي عند الشمال، طب لو هو في الشمال يجي لي عند اليمين. ماشي ماشي، الحته اللي احنا قلناها فوق. يعني هيمي يعني ايه؟ يعني نص. بليجيا دي يعني شلل. يبقى شلل في نص الجسم وعكس. ماشي ماشي، عكسي بالنسبه يعني للمكان بتاع الاريا، سواء في الهيمسفير اليمين او في الهيمسفير الشمال. ماشي، عايز اقول لك برده حاجه. بص ده كده انت خدت انا كده كورونال سيكشن، وبجيب بصيت عليه هنا، تعال بقى نبص عليه. لقينا ان انا عندي المسلز بتاعتي كلها والحاجات بتاعتي كلها حصل لها ريبريزنتيشن هنا. ماشي، بس خدت بالي من حاجه، لقيت ان الريبريزنتيشن بتاعي حاجه اسمها ابسايد داون بوزيشن. يعني ايه؟ انا الطبيعي بتاعي ان الهيد تبقى فوق، بعد كده عندي الهاند، وبعد كده عندي ننزل الليج والكلام ده. قال لك لا، لقينا العكس. بص مين اللي فوق؟ الليج. بعد كده ليه؟ ترانك. اهو ترانك، نمسح كده عشان الكلام يبان. اهو ترانك، ارم، هاند، فيس، تانك، لاركس. بقى من تحت لفوق، من تحت لفوق بيه العكس، اسمها ابسايد داون بوزيشن. ماشي، خدنا بالنا من حاجه كمان، ان الاريا اوف بريزنتيشن، الاريا اوف بريزنتيشن ملهاش علاقه بالبلك بتاع المصل اللي بيساهم في الحركه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي ترانك المصل اللي موجوده فيه كتير. ماشي، طب التانج مقارنه بيه لا قليل خالص. رغم كده لقيت ان الاريا اوف بريزنتيشن بتاعت التانج اكبر من الترانك. تمام، عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك انها مش بكبر، مش بكتر عدد المصل، مش بكتر البلك بتاع المصل، امال بايه؟ بحاجه اسمها السكيل اوف موفمنت، مهاره الحركه. التانج ليه حركات، ماشي، سكيل اوف موفمنت اكتر من الترانك. ماشي، فعشان كده الايه بريزنتد بسرعه. تعالوا نقرا الكلام اللي احنا قلناه ده. او بيقول لك ان البادي ريبريزنتد في الاريا دي ابسايد داون بوزيشن، لان الفرنجيال ريجن بعد كده التانج موجودين اللور موست تحت، بعد كده الفيس والهاند والارم والترانك اهو الحركه دي كده، وفي الاخر لقينا ايه؟ اللور ليمب. عايز اقول حاجه بسيطه، شايفين اللور ليمب موجود فين؟ موجود هنا. عارفين الحته دي فين؟ هي دي اللي هي البارا سنترال لوبيول، بالظبط كده الانتيريور بارت. يبقى الانتيريور بارت بتاع البارا سنترال لوبيول، ماشي، اللي هي دي كده. طيب ليه هتكتي عليها؟ طيب هي عادي خالص. قال لك بص، في بس عايز اقول لك عليها حاجه، دي لقينا فيها البرزنتيشن بتاع مين؟ بتاع الفوت اهو والليج والبرينيم. اوكي اوكي، طب اذا لو انا حصل عندي ليشن في هذه المنطقه، في هذه المنطقه بس، ماشي، اللي هي البارا سنترال الانتيريور بارت بتاع البارا سنترال لوبيول، احسن عندي ايه؟ مين اللي هيتاثر؟ الاماكن بتاعت الليج والفوت والبرينيم. مين اللي هيتاثر فيها؟ هنتكلم عن موتور. طيب مين مين الموتور؟ يعني سفنكتر يعني؟ اه. طب السفنكتر لما يتاثر يحصل عندي ايه؟ يحصل عندي يورينيشن موديفيكيشن امبولانتري، يحصل عندي حاجه اسمها يورين ستول انكومبتنس. ماشي ماشي، ده لو الحته دي بس اتضربت. طيب لو كله اتضرب بقى هيحصل عندي ايه؟ ان احنا لسه قايلينها
كونترا لاترال هيميبليجيا، ماشي؟ يعني شلل في نص الجسم المعاكس، ماشي؟ تعالوا نقرا الكلام. او احنا قلنا ان البرزنتيشن بتاعت الاريا اوف البادي ما علينا، هي بتعتمد على السكيل بتاعت الموفمنت، نوت ايه؟ نوت ذا بالك اوف المسل بريسبتنج ان ذا موفمنت، ماشي؟ الحته اللي احنا قلناها ان الليج والفوت والبرينيه بريبريزنت في الانتيريو بارت بتاعت البارا سنترال لوبيول، فلما يبقى عندي فيها ليجن يبقى عندي ايه؟ يورين مستول انكومبتنس. كده خلصنا اول اريا، وهي اريا مهمه. طيب اسمها ايه يا دكاتره؟ اسمها الموتور اريا، اريا رقم 4، هذا هو مكانها. الاريا اللي هتكلم عنها دلوقتي اسمها، ارجع كده يا محترم، اهو اسمها البري موتور اريا. بري موتور اريا اسمها بري موتور. بري موتور يعني ها قرب الموتور. قرب الموتور فين بقى؟ بص هي اسمها اريا 6، اريا 6 ده مكانها. من غير ما نقرا اي كلام عايزين نطلع مع بعض شويه معلومات. اول حاجه اسمها بري موتور اريا واريا 6. طيب فين مكانها؟ والله مكانها انا شايفه ان هي قدام الموتور اريا، شاطرين. وبرر الموتور اريا انا عندي اهو، اهو يبقى هي برر الموتور اريا، ماشي. وايه تاني؟ قال لك ان هي موجوده، تعالوا كده مش احنا كنا خدنا في المحاضره اللي فاتت ان اسمها عندي هنا تيمبورال سالكس وتيمبورال سالكس، سوبيريور تيمبورال سالكاي وانفيريور سالكاي سالكس، ماشي. كان مقسم الحته دي لمين؟ لجيراي. كان عندي هنا السوبيريور والميدل والانفيريور. هي موجوده فين؟ موجوده عليهم الثلاثه من ورا، واخد بالك؟ يبقى موجوده في البوستيريور بارت بتاع الثلاثه فرونتال اللي هو تيمبورال، سوري هي فرونتال طبعا، تيمبورال هنا اهو، ماشي. هي موجوده في البوستيريور بارت بتاع الثلاثه فرونتال جيراي اهو. ولقينا ان هي بتصغر من فوق لتحت، يعني هي بص واخد الشكل ده كده من فوق لتحت، حجمها بيصغر، ماشي ماشي. ده مكانها. طيب ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ الفانكشن بتاعتها اقولهم لك على نقطتين، حاجه اسمها بيراميدال فانكشن، حاجه اسمها اكسترا بيراميدال فانكشن. ايه يا عم البيراميدال فانكشن دي؟ البيراميدال فانكشن بيقول لك ان هي بتعمل حاجه مهمه قوي اسمها بروجرامنج للفولنتري موتور موفمنت. ثانيه لسه قايله من شويه ان اريا 4 دي مسؤوله عن ايه؟ عن الموتور موفمنت، الفولنتري موتور موفمنت. انت بتعيدها تاني؟ لا مش بعيدها تاني، في فرق. ايه الفرق؟ اريا رقم 4 دي اللي بتروح للمصل تقول لها اتحركي، مسؤوله عن تنفيذ الحركه. انما اريا رقم 6 اللي انا بتكلم عليها مسؤوله عن برمجه الحركه. يعني ايه يا دكاتره الكلام ده؟ يعني ايه برمجه الحركه؟ بصوا هو احنا بنتحرك بلا هدف؟ يعني انا بتحرك لجاست ان انا بتحرك، ولا بتحرك عشان اعمل حاجه؟ بتحرك عشان اعمل حاجه. انا مثلا بتحرك، انا مثلا في الكليه بتاعتي وبتحرك عشان اروح البيت، صح؟ فاول هنزل من الكليه هنزل بالسلم، بعد كده هدور على العربيه اركبها، بعد كده اركب العربيه، بعد كده هنزل من العربيه هدخل الشارع هطلع من الشارع، صح؟ كل دي حركات بعملها، صح؟ صح. انا ماشيه كده بهازارد بشكل كده ملخبط وعشوائي، ولا ماشيه في بروجرام ماشيه عارفه بعمل ايه؟ لا انا ماشيه في بروجرام. طيب تقول مثال تاني، انا رايحه اعمل كوبايه شاي، فقمت قمت من مكاني دخلت المطبخ جبت كوبايه حطيت مليت ميه وسخنتها كل دي حركات بعملها، صح؟ صح. اللي يعمل الحركات دي موتور اريا 4. طيب انا ماشيه كده عشوائي ولا ماشيه في بروجرام عشان اوصل لحاجه؟ هدف اللي هو عامل كوبايه الشاي وهدف اللي هو اروح بيتنا، ده بروجرام. اللي بيعمل له بروجرامنج للفولنتري موتور موفمنت مين هم؟ بري موتور اريا. طيب انا عملت برمجه للحركات دي، يعني ايه برضو تاني؟ يعني رتبت خطوات، اعمل ايه قبل ايه، اعمل ايه بعد ايه، معايا؟ اعمل ايه قبل ايه، اعمل ايه بعد ايه، وهسكت كده مش عملت حاجه. لازم ابعتها لمين بقى؟ لازم ابعتها للاريا رقم 4، عشان الاريا رقم 4 هي اللي بتنفذ الموفمنت دي. تمام تمام، يا رب يكون كلامي مفهوم. دي اسمها البيراميدال فانكشن. في فانكشن ثانيه اسمها اكسترا بيراميدال فانكشن. يعني ايه اكسترا بيراميدال فانكشن؟ فيها نقطتين اهم. اكسترا بيراميدال فانكشن اول حاجه بيقول لك ان احنا بنتحكم في، او هي مسؤوله يعني عن الوضع بتاع الجسم بتاعنا، الوضع بتاع الجسم بتاعنا، الالتزام بتاع الجسم بتاعنا. هتبقى واقف كده متزن او قاعد متزن، ما تبقاش بتتمطوح، ماشي؟ اسمها ايه بقى؟ تمام. كنا بنتكلم في الاكسترا بيراميدال فانكشن ان انا عندي نقطتين. اول حاجه ان هي بتتحكم في البوسترال ادجستمنت اوف الاكسيال والبروكسيمال مسل اوف ذا لمب. يعني ايه الكلام ده؟ نفس الكلام اللي انا قلته، اللي يبقى فيه اتزان، بتتحكم في وضع جسمك يبقى متزن
سواء المصدر اللي في الاكسس او المصدر اللي في البروكس اللي على الاطراف يعني في اللبس. اوكي اوكي تاني حاجه بنعملها ايه؟ انهيبيشن للمصل تون. يعني ايه بقى الكلام ده؟ عايزين نفهمه. بصوا يا جماعه، الدكتوره لما كانت بتشرحها كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول انت مثلا عندك كوبايه شاي عايز تروح تمسكها. طيب عايز اروح امسكها، يبقى مين اللي هتشتغل؟ عضلات مين؟ انا عندي عضلات الهاند كويس اللي في ايدي، يعني في كف ايدي، في كف ايدي عندي عضله بتعمل فليكشن وعضله بتعمل اكستنشن. طب انا عايز امسك كوبايه شاي، مين اللي هتشتغل؟ العضلات اللي بتعمل اكستنشن. اوكي ماشي. طب العضلات اللي بتعمل اكستنشن انا عايزاها، لا اقول لها اسكتي اسكتي، يعني اعمل لها انهيبيشن. يبقى هعمل انهيبيشن للمسل تون اللي هتعطلني. تاني انا عندي عضلات بتعمل فليكشن وعضلات بتعمل اكستنشن، انا دلوقتي عايز اشغل عضلات مين؟ فليكسور، وعايز انيم الاكستنسور. ليه؟ عشان عايز اعمل فليكشن، عايز امسك حاجه بايدي. صح صح. طيب فاحنا بنعمل انهيبيشن للعضلات اللي بتضاد شغلي، ماشي؟ بنعمل انهيبيشن للمسل تون بتاعها. اوكي طيب لو انا حصل عندي ليجن في هذا البري موتور اريا، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي حاجه مهمه اسمها موتور ابراكسيا. يعني ايه موتور ابراكسيا؟ يعني ايه موتور ابراكسيا؟ اقول لك سؤال وجاوب عليا. هل الراجل اللي عنده باراليسز؟ لا. ليه؟ عشان الاريا 4 شغاله كويس. الاريا 4 دي اللي بتنفذ لي الحركه، هقعد اقول لحد ما نخلص. امال ايه بقى موتور ابراكسيا دي؟ ما عندوش بروجرامنج للموفمنت. صح صح، فقدنا البروجرامنج للموفمنت، فهو مش عارف يعمل فولنتري موفمنت بالرغم ان هو ما عندوش باراليسز. ليه؟ عشان انا ما عنديش بروجرامنج للموفمنت. موتور الاريا 6 ما بعتتش الاريا 4 حاجه، في الاريا 4 ما بعتلهاش حاجه، ما بعتلهاش خطوات اعملي 1 2 3، فتلاقي عماله تحرك حركات كده عشوائيه. ماشي، جيبوا لها دوروا عليها على اليوتيوب هيجي لها فيديو حلو يعني، بس انا مش عارفه اجيبه. ماشي، فتلاقي عنده صعوبه اللي هو يعمل الفولنتري موفمنت بالرغم ان هو ما عندوش اي باراليسيس. خد بالك دي حاجه بقى، خد بالك من حاجه، دي ايه؟ دي عكس البيراميدال فانكشن. طيب عكس الاكسترا بيراميدال فانكشن احنا كنا بنقول اللي هي بتعمل لي ايه؟ بتخلي الجسم بتاعنا متزن وضع اتزان كده ثابت. طيب لو ضربت الاريا دي، عكس الكلام اهو، نفس الكلام بالظبط بس قال لك لوس اوف، يبقى الجسم بتاعك فقد الاستابيليتي بتاعته. طيب دي عكسها اهو، مش عارف اعمل انهيبيشن للمسل تون، فيبقى عندي حاجه اسمها مش عارفه في ايه، اللي هي بص اللي هي تخشب في المسل. يعني ايه تخشب في المسل؟ يعني نفس فكره كوبايه الشاي واللي انت رايح تمسكها والحاجات دي. طيب دلوقتي لو عضلات الاكستنسور بتاعتك شغاله وانت عايز تعمل فليكشن والاكستنشن عكسه، فتلاقي ايدك مخشبه كده، مش عارف تمسك، مش عارف تفك. تمام تمام، بس كده احنا خلصنا اثنين اريا. عايزين نقولهم بسرعه بقى مين هم؟ الموتور اريا واختها البري موتور اريا، اللي هم 4 و 6. دلوقتي عندي حاجه هم 4 و 6، 4 و 6 عندي حاجه اسمها الفرونتال موتور اي فيلد اريا، اريا 8. حد شاطر افتكر على طول ان انا لما كنت بقول في 4 كنت بقول كل الجسم مع عدا مين؟ مع عدا الاي. مش هي الاي بقى ليها اريا مخصوص اسمها اريا 8. هنفتكرها ازاي؟ 8 كده عامله زي النضاره، طبعا دي 8 نايمه على جنبها. ماشي ماشي، موجوده في مكانها. بص يا عم اهي، قول لي انت مكانها فين؟ سهل قوي، ادي السلكس وادي السلكس، يبقى ده ستيبيدر جايروس وبيدر جايروس والانفيرور جايروس. هي موجوده فين بقى؟ طبعا دي كلها اسمها ايه؟ فرونتال. يبقى هي موجوده في البوستيرور بارت بتاع الميدل فرونتال جايروس. ماشي، الكلام ده بيتكرر هيجي. ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ قال لك ان هي البيراميدال موتور اريا اوف الاي. كلام سهل مش عايز اطول. طيب بتعمل لك ايه بقى الاريا 8 دي؟ قال لك انا عندي اريا 8 في الهيمسفير ده واريا 8 في النص ده. الاريا 8 اللي هنا بتخلي العينين، انا عندي عينتين بصوا كده، الاريا 8 اللي هنا بتخلي العينتين برضو نمسح، الاريا 8 اللي هنا بتخلي العينتين يبصوا كده. ماشي ماشي، فلو دي اتضربت اهو، هو جايبها لك تحت اهو، لو دي اتضربت هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخلي عينيها الاثنين يبصوا كده. طب لو هي اتضربت زي هنا، عينيها الاثنين مش هيبصوا كده، هيبصوا كده. طب حد هيقول لي طب ليه؟ طب ماشي انا فاهم ليه، لو اتضربت العينين مش هيبصوا كده عشان ده الاكشن بتاعها اصلا. ماشي، طب ليه بقى هتبص كده؟ هقول لك من الابر هاند هيبقى لدي، صح؟ الابر هاند هيبقى لدي فيخليها تبص كده، فاهم؟ ماشي. فلو انا حصل عندي ليجن فيها، لو انا حصل عندي ليجن فيها دي كده فيها ليجن اهو، فعينيا مش عارفه تبص اليمين، مش عارفه تبص على الاوبوزيت سايد، هتروح تبص على ايه؟ على المكان اللي فيه الليجان. ليه؟ طيب عشان الابر هاند ليه اللي موجود هنا اهو. اتمنى يكون الكلام مفهوم، يعني هو سهل اقرا مع نفسك هتلاقيه سهل. ماشي، فالليجن ايه؟ لوس اوف الموفمنت بتاعه عينيا الاثنين الاوبوزيت سايد.
يعني الاثنين مش عارفه تبص للاوبر سايد، يبقى هتبص على الليجن. ممكن تجيبها انت كلوب يقول لك بتبص على الليجن ولا ما بتبصش على الليجن والكلام ده، ماشي. دي كده تالت اريا. رابع اريا حاجه اسمها البروكس اريا، واتمنى اكون منطقه صح برضه. البروكس اريا دي اللي هي 44 و45 هما دول كده، ماشي. مكانهم فين؟ قول انت بقى. والله سهل، موجوده في الانفيريور فرونتال جايروس، ماشي. موجوده فين بالظبط؟ على حاجه اسمها البارت بركولاريت وبارز ايه ترانجولاريز، الكلام ده اللي كان خدناه المره اللي فاتت. احنا كنا بنقول ان انا عندي اللاترال سالكس كان بيبين ده كده بوستيريور سالكس من اللي جاي من اللاترال سالكس، كان بيطلع لي هنا انتيريور وكان بيطلع لي هنا ايه هوريزونتال. كان بينهم بين الاثنين اللي هما الانتيريور والهوريزونتال كان ايه حاجه اسمها ترانجولار بارز ترانجولاريز. كان عندي بارز معينه يعني، رجع له المحاضره اللي فاتت ولا ما رجعتوش حته مش مهمه يعني. عرف ان هي بس في الانفيريور فرونتال ايه جايروس، مش عايزين نعرف عنها حته مهمه ان هي بريزنت ان الدوميننت هيمسفير. الدوميننت هيمسفير اللي هو الهيمسفير المسيطر، دي بتختلف من حد لحد. احنا مثلا احنا بنكتب بايدينا اليمين فالهيمسفير الدوميننت بتاعنا الشمال، صح. لما الناس تكتب بايدها الشمال الهيمسفير الدوميننت بتاعها اليمين، ماشي. فدي قال لك ان هو موجود في الشمال في 95% من الناس. ليه؟ احنا 95% مننا بنكتب بايدينا اليمين، ماشي. طيب ماشي، انا دلوقتي بكتب بايدي اليمين فهو موجود فين؟ في الشمال، ماشي. ده مش موجود في اليمين، قال لك يا باشا موجود بس نون فانكشنال، ملوش شغل ما بيعملش حاجه. طيب البروكس اريا دي بقى ايه الفانكشن بتاعتها؟ اقول لك الفانكشن بتاعتها وعايزين نفهم بعض بره. بص، بتعمل كوردينيت للموفمنت بتاعه اللارنكس تانك اللبس فور فورميشن اوف ووردز. يعني ايه الكلام ده؟ هو بص انا دلوقتي علشان اتكلم، علشان ايه؟ علشان اتكلم، مين اللي بيتحرك؟ بيتحرك عند اللبس بتاعتنا، صح. بيتحرك عند التانك، بيتحرك عند اللارنكس، ماسلز في اللارنكس، ماشي. يبقى الثلاثه دول بيتحركوا. طيب ايه اللي يخلي اعمل كوردينيشن بين الثلاثه دول؟ يعني ايه كوردينيشن؟ كوردينيشن اللي هو الثلاثه متناغمين مع بعض، متناسقين مع بعض، ماشي. نبعت اشاره للثلاثه مع بعض، ماشي. لو مثلا اللث تتفتح والطنج يترفع لفوق عشان يخرج الحرف او الصوت بالمخرج الفلاني، عشان نعمل الكوردينيشن بين الثلاثه دولت، ماشي. ان انا اكون الحرف، فاهمين؟ ماشي، ان انا اكون الكلمه، اعرف ازاي اخرج الحرف، ماشي. ان انا اعمل تعاون وتوافق بين كل المصادر المسؤوله عن السبيكينج مع بعضها في وقت واحد عشان يخرج لي الصوت بالايه بالكلام اللي انا عايزه اقوله بالصوت ده او الكلام ده، تمام. تعمل لي كوردينيشن للموفمنت بتاعت اللارنكس والتانج واللبس، دول اللي احنا بنستخدمهم في السبيكينج عشان نعمل فورميشن للورد. طيب بص انا كده يعني كونت او عملت كوردينيشن للمسلز بتاعت الاماكن دي. هبعتها فين بالظبط؟ هبعتها على الاريا رقم 4. ليه؟ عشان هي تنفس بقى، فاهم؟ يبقى انا عملت كوردينيشن، ماشي، للثلاثه دول مع بعض. هبعتها على الاريا رقم 4 ليه؟ عشان تنفس وتعمل لي الفلانتوري موتور اكتيفيتي وبعد كده ابدا اتكلم، ماشي. يبقى لازم عندي على الاريا رقم 4، ماشي. ماشي. طيب لو عندي فيها دي جانب، عندي حاجه اسمها ايه؟ موتور افيزيا. يعني ايه موتور افيزيا؟ يعني الراجل ده ما عندوش يعني ما عندوش باراليسس، ماشي. اريا رقم 4 شغاله ما فيهاش حاجه. انما ايه مشكلته؟ عارفين انتوا الناس اللي بتبقى مش عارفه تتكلم، اللي هي تتكلم بالراحه قوي وتتكلم بصعوبه، دي هي بقى عندها دي اسمها موتور افيزيا. يعني عيان مش عارف يتكلم، ماشي، بالرغم ان المصل بتاعت السبيكنج بتاعته انتكت ما فيهاش اي حاجه، كلامه فيري سلو وفيري ديفيكولت. طيب ليه؟ طيب ليه كلامه فيري سلو وفيري ديفيكولت؟ مش عارفين نخرج الحرف يا جماعه، مش عارفين نعمل كوردينيشن للحاجات او المناطق المسؤوله عن ان هي تخرج له الصوت ده. مش عارفه تعمل كوردينيشن مع بعض، مش عارفه تشتغل مع بعض بالشكل المفروض عشان يطلع لي الحرف المفروض، فاهميني؟ اتمنى تكونوا فاهميني. طيب كده خلصنا البروكس اريا. دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ عن البري فرونتال اريا. ودي اريا انا بحبها بصراحه، سهله، ان هي اريا 9 10 11 12، ماشي. ايه الفانكشن بتاعتها؟ جمعها في كلمتين، العاطفه والتفكير، اللي هما الايه؟ العاطفه والتفكير. الفانكشن بتاعتها مكانها فين الاول؟ زي ما انت شايف كده، واخده الثلاثه جايروس، ماشي، ثلاثه جايرو اللي هي السوبيريور والميدل والانفيريور بس من قدام. طبعا احنا في فرونتال، ماشي. الفانكشن قال لك انها بتتحكم في الايموشن، في البيهيفير، في الكونسنتريشن، اتنشن، جادجمنت، برين ستورمنج، بروبلم سولفنج، ديسيجن ميكنج، يعني سبحان الله كل حاجه، ماشي، اهم حاجات دي، ماشي. طيب
منها بتتحكم في الحاجات دي. فقال لها قال لها افرنت منين منين؟ قال لها نيومرس اسوشيتد كيبر رومان اذر سنسوري اريا وان هي ديتيرماين البيرسونال رياكشن اوف ذا انديفيدوال. كلام مفهوم قوي ان هي بيجي لها نيومرس، اكيد لازم يبقى نيومرس. طب بصوا مسؤول عن كام حاجه يعني الايموشن دي كتير، البيهافيور الكونسنتريت الكلام ده كله. فجاي لها نيومرس اسوشيشن فايبر منين؟ من السنسوري ارياز ماشي. وان هي تتحكم او ديتيرماين بنحدد البيرسونال رياكشن اوف ذا انديفيدوال ماشي، رد فعلها ايه ماشي. شفت موقف وحش، شفت منظر وحش، شفت حاجه فرحتك، شفت حاجه زعلتك، سمعت حاجه فرحتك، شميت ريحه زعلتك مش عارفه ازاي بس قشطه كده يعني. لو حصل عندي فيها ليجن يبقى عندي ايه؟ حاجه سهله خالص، هي اسمها بريفرونتال اريا. تعملي ليجن اسمه بريفرونتال لوب سندروم. يعني ايه سندروم يا جماعه؟ سندروم يعني كذا حاجه ملهاش علاقه ببعض مجمعين مع بعض. يعني ايه برضو انت بتقولي ده؟ يعني الاقي عند الراجل ده abnormal social behavior يعني في حاجه غلط، تصرفاته غلط، معاه educational regression ماشي، تاخر في التعليم ماشي، و emotional instability مشاعره ملخبطه، تلاقيه بيضحك بيزعل، تلاقيه في عزا وفرحان، تلاقيه في فرح وزعلان كده يعني. الثلاثه دول مع بعض ايه؟ سندروم اسمها prefrontal prefrontal syndrome ماشي؟ ماشي كده. احنا خلصنا على فكره الاريا بتاعه الفرونتال لوب. مين هما؟ مين هما شاطرين؟ اول حاجه كانت الموتور اريا اللي هي الاريا رقم 4 ماشي. عرفنا بتعمل ايه بقى، مش عايز اتكلم كتير. طب الاريا رقم 6 كان اسمها بري موتور. حلو. طيب مين ده؟ هي كانت الاي النضاره، يبقى الفرونتال اي فيلد اريا. طيب طيب مين ده هما اللي انا بحبهم اللي هما البري فرونتال اريا؟ طيب مين دي؟ بروكس اريا بتاعت ايه؟ بتاعت الكوردينيشن صح ولا ايه؟ صح، دي كانت بتعمل كوردينيشن، لكن دي كانت بتعمل بروجرامنج. دي الكوردينيشن ودي بروجرامنج، الاثنين بيبعتوا لي رقم 4. مش عارفه رجعت ورا كده ليه، بس هي على 4 الثلاثه دي ماشي. ماشي بعد كده نتكلم بقى عن الارياز اللي موجوده في البرايتال لوب. بص يا جماعه مش كده كان فرونتال لوب، عشان كده بقول ذاكروا المحاضره الاولانيه. هنا كان البرايتال لوب وده كان التمبرال وده كان الاوكسيبيتال تمام. يبقى تعالوا بقى نتكلم عن الارياز اللي موجوده في البرايتال لوب. اول اريا اسمها المين سنسوري اريا او 3-1-2 مين سنسوري اريا 3-1-2 موجوده فين؟ نفس الكلام ده كان اسمه السنترال سنترال سالكس، وهنا كان اسمه البستري سنترال سالكس. اللي بينهم ده اسمه ايه؟ بستري سنترال جايروس ماشي. بستري سنترال جايروس ده ناحيه لاترال، اللي هو يسطا ميديال اهو ميديال. يبقى انا عندي ده اسمه ايه؟ اسمه البارا سنترال لوبيول. ده كده اسمه بارا سنترال لوبيول. هناخد منه جزء الانتيرو ولا جزء البستيرو؟ احنا خدنا الانتيرو فوق. فوق فين؟ في اول واحده كان اسمها موتور اريا، اريا رقم 4. طيب هنا هناخد البستيرو، فيبقى السايد بتاعه فين؟ في البوستر سنترال جايروس والبوستيريور بارت بتاعت البارا سنترال ايه؟ لوبيول. ايه هي الفانكشن؟ حمدها على القوي والله. اسمها ايه؟ اسمها مين سنسوري اريا. يبقى الفانكشن بتعمل ايه؟ ريسيف جنرال سوماتيك سنسيشن، كل سنسيشن يعتبر بين تمبريتشر تاتش ماشي. فروم الاوبوزيت هاف، فروم الاوبوزيت هاف زي اختها، زي اللي هي كانت الموتور. مش الموتور برده كنا بنقول ليها كونترا لاترال؟ دي برده كونترا لاترال، تستقبل من الاوبوزيت هاف تمام. تمام فاكرين برده في الموتور كنا قلنا حته كده، قلنا ان البوستيريور هناك كان الانتيريور بارت ماشي، كان الانتيريور بارت بتاع البارا سنترال لوبيول مسؤول عن مين؟ مسؤول عن الفوت والليج ويب البرينيل. هنا البوستيريور بارت بتاع البارا سنترال لوبيول هو هذه الجزء اللي فيها 2 اللي فيها 3-1-2 وترتيبهم مهم على فكره، مسؤول عن السنسيشن. سنسيشن بقى ما هي سنسوري، مسؤول عن السنسيشن بتاعه اللور لمبوي البرينيم. طب اللي جاني اسمه ايه؟ كونترالاتر ماشي. هيمي يعني نص، نفس الكلام اللي قلناه. انستيزيا يعني ايه انستيزيا يا دكاتره؟ يعني مخدر. يبقى الراجل ده نص جسمه متخدر، نص ده كده متخدر. ده امتى؟ لو عنده مشكله هنا في اليمين يبقى النص، انا ما علينا في الشمال يبقى النص اليمين هو اللي فيه مشكله. طيب طب لو العكس، لو عنده مشكله في الشمال يبقى النص اليمين هو اللي فيه انعدام للسنسيشن، او في عنده يعني مفيش سنسيشن في الجزء ده ماشي. طيب بعد كده بقى نتكلم عن حاجه اسمها سنسوري اسوشيشن اريا. يعني ايه سنسوري اسوشيشن اريا؟ بص انا لسه قايل لك 2-1-3 او 3-1-2 ده ايه دي كده المين سنسوري اريا. دي بتستقبل لي، هي دي يعني اهي بتستقبل لي جنرال سوماتيك سنسيشن. طيب ليه بقى في سنسوري اريا ثانيه؟ ليه ربنا جعل سنسوري اريا ثانيه؟ قال لك بص اللي فاتت دي بتستقبل لي السنسيشن، انا حسيت بس انا ما اعرفش حسيت بايه على فكره. هو احساس
كلمه اسوسيشن اريا عشان لما اشوفها شويه كده هتتكرر لي، دي بتفسر لك انت شفت ايه، حسيت بايه. ماشي ماشي. لما اقول لك اديته الاسوسيشن اريا بتفسر لك انت شفت ايه. طيب لو فيجوال انت اديته يعني سمعت، بتفسر لك سمعت ايه. فيجوال بتفسر لك شفت ايه. ماشي. يبقى السنسوري اسوسيشن اريا اللي هي 5 و7 اللي هي دي كده. ماشي. موجوده فين؟ موجوده في السوبيريور برايتال لوب. خلاص بقى احنا عارفين ان كان عندي انترا برايتال سالكس هي السوبيريور برايتال لوب، لوبيول لوبيول وتحتها انفيريور برايتال لوبيول. اوكي. الفانكشن بتاعتها ايه؟ اهي ريكوجنيشن على المينينج بتاع السنسيشن، انت حسيت بايه. تمام تمام. مش كده وبس، بتخزنها بتخزنها. ايوه يعني ايه؟ فاكرين كنا خدنا حاجه في الفاين، في الفاين تاتش اسمها استيروجينيسيس. استيروجينيسيس ماشي. الاستيروجينيسيس دي كانت ايه؟ كنا بنقول ان احنا بنخلي العين يغمض عين ونديله حاجه متعرف عليها، يعني حاجه هو اكيد شافها قبل كده عدت عليه في حياته. بنديله قلم ماشي، بنديله قلم، بنديله كوبايه، بنديله مفتاح ماشي، حاجه عارفها عدت عليها فاميليار بالنسبه له، ونقول له امسكها. لو عرفها ده كده التست يعني بتاع الاستيروجينيسيس كنا خدناه قبل كده بالفيسيو. طيب هو عارفها ازاي؟ عارفها ازاي؟ عشان هو شافه قبل كده فتخزن عنده، تخزن عنده. ماشي ماشي. المسؤول بقى عن التخزين ده هي بقى السنسوري اسوسيشن ايريا. ماشي ماشي. طب لو حصل فيها ليجن، لو حصل فيها ليجن مش كده، لو اديته مفتاح مش هيعرف. ماشي. اسمها تكتايل اجونيزيا، اجونيزيا او ايه اللي هو لا يعني بينفي استيروجينيس. استيروجينيس انا بنطق غلط طبعا بس معنينا يعني اللي فاهمني. ماشي. معناها ايه؟ العيان مش عارف الاوبجكت اللي هو ماسكه في ايده ده ايه، طبعا عينيه مقفوله. ماشي ماشي. بعد كده نتكلم عن سنسوري سبيتش اريا. ماشي. السنسوري سبيتش ماشي اسمها سنسوري سبيتش اريا اللي هي الاريا اوف فيرنكس، يعني مش اللي هي فيرنكس اريا دي اللي هي كام؟ 39 40 42. قال لك ان هي موجوده في الدومينانت هيموسفير. ماشي ماشي. زي اختها اللي احنا قلناها من شويه. موجوده فين؟ موجوده في الانفيريور برايتال جايرس. اهو يا عم انفيريور برايتال جايرس والسوبيريور برايتال جايرس احنا قلناها من شويه اللي هي كانت ايه؟ سنسوري اسوسيشن. ماشي. احنا بنلاقيها فوق. ماشي. موجوده في الانفيريور برايتال جايرس. بقسمهم لك. قال لك ان انا عندي 39 موجوده فين بالظبط، و40 موجوده فين بالظبط، و22 موجوده فين بالظبط. هقولهم لك سريعا بس الكلام ده كان في المحاضره اللي 7. ماشي. 39 موجوده في السوبر مارجنال جايرس. فين 39؟ اهي 39 اهي موجوده في السوبر مارجنال جايرس. ايه بقى السوبر مارجنال جايرس دي؟ بص انا كان عندي ده كده اسمه ال كان عندي حاجه اسمها لاترال سالكس. ماشي. ده كده البوستيريو سالكس اللي جاي من اللاترال سالكس. كان في اخره هنا كده جاي جايرس حواليه اسمها ايه؟ اسمها انجولار. اسمها ايه؟ اسمها انجولار اللي هي اريا 40 دي. ده هي كده اهو احنا خرجنا خالص. كنا بنتكلم فين؟ كنا بنتكلم في اريا 40. كنا بنقول ان هي ايه؟ الانجولار جايرس اللي هي دي كده. ماشي. اللي كانت موجوده عند السالكس ده كده. طيب عندي بعد كده الاريا بتاعه 39 دي موجوده الصبرة هنا كده. دي موجوده فين؟ في الصبرة مارجنال، في الصبرة مارجنال جايرس. ماشي. الصبرة مارجنال جايرس كان ده برده قلناه في المحاضره اللي فاتت اللي هو كان فين؟ دي كده كان عند التمبرال. ماشي. كان عندي هنا السوبيريور تمبرال سالكس وانفيريور تمبرال سالكس. سوبيريور تمبرال سالكس اهو في اخره هنا كده هنلاقي جايرس يعني 39 اسمها ايه؟ سوبرا مارجنال جايرس. طب 22 ده 22 موجوده فين؟ ده معايا بقى ده موجود في البوستيريور بارت بتاع السوبيريور تمبرال جايرس. هو بوستيريور بارت بتاع السوبيريور تمبرال جايرس. ماشي ماشي. ايه الفانكشن بتاعتها؟ بص يا عم الفانكشن بتاعتها بتعمل لك اندرستاندنج للريتن والسبوكن لانجوج. يعني ايه الكلام ده؟ انت دلوقتي لو اديتك مثلا كلام مثلا بالانجليزي وقلت لك اقراه، لو الكلام ده انت شفته قبل كده، يعني مش جايب لك كلام خزعبلي، لا كلام انت شفته قبل كده متعرف عليه، هتقراه عادي وهتفهمه كل حاجه. صح صح. ليه؟ طيب هتقول لي زي ما انت لسه قايل الكلام ده انا شفته قبل كده. طيب شفته قبل كده يعني ايه؟ يعني متخزن. يبقى انا شفت كلام، قريت كلام، سمعت كلام. صح. الكلام ده متخزن عندي في الاريا دي. طيب انا بعد كده لما اجي احتاجها هجيبها من الاريا دي. ماشي. يبقى عشان كده بتساعدني ان انا افهم الريتن والسبوكن لانجويج. بتعمل لي ترجمه للغه، ترجمه للغه. ماشي ماشي. طيب ايه بقى اللي بعدها دي؟ يعني ايه دي؟ بيقول لك الافكار. يعني ايه برضو الافكار اللي انت بتقوليه ده؟ هقول له بص انت دلوقتي بتتكلم مع حد، بتتكلم مع حد يعني
سمعت كلامه وفهمته وعايز ترد، عايز ايه؟ عايز ترد ماشي، فبتفكر ترد تقول ايه صح ولا ايه صح. منبع الافكار او المكان اللي هيجي لك منه الافكار او انت هترد تقول ايه هيخرج من هنا، هيخرج من الفيرنكس اريا دي. طيب انا كده عرفت ارد اقول ايه، بعد كده ماشي هتروح فين بقى؟ بعد كده هروح للاريا اللي بعدها اللي هي كانت بتعمل كوردينيشن، اللي هي كانت بتعمل كوردينيشن للرانكس والطنج والكلام ده، اللي هي كان اسمها الجروبس اريا. طيب هتعمل فيها ايه برضو هناك؟ هتبعتها هي رخرة للاريا رقم 4 اللي هي الموتور اريا. ليه؟ عشان تروح للمصل اللي هتحركها. فاهمين الفكره بتيجي ازاي؟ يبقى تاني كده نربطهم التلاته ببعض تاني. انا عندي ايه؟ عندي اول حاجه الفيرنكس اريا اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي السنسوري سبيتش اريا. انت سمعت الكلام، اول حاجه هي اللي بتعملني ايه؟ بتخليني ايه؟ بتخليني افهم الكلام المكتوب وافهم الكلام اللي بيتقال لي، بتعمل ترجمه للغه. ليه؟ طالما الكلام ده عدى عليا بتخزن عندي، بتخزن عندي يبقى لما اسمعه تاني هعرفه هفهمه. ماشي؟ ايه تاني؟ قالك ان هي انت حد بيكلمك، فانت اول حاجه بتقولها لنفسك فهمت كلامه، الوهله كده بتفكر هترد تقول ايه؟ صح، هترد تقول ايه؟ او الافكار بتاعتك منين منين مكانها؟ من السنسوري سبيتش اريا دي. تمام؟ بعد كده بتخرج تروح لمين؟ الاريا اللي احنا قلناها من شويه اسمها بروكس اريا. طيب بعد كده بتخرج منها تروح فين؟ بتروح بقى للموتور اريا رقم 4 عشان تروح للمصل تديها امر يحصل، عشان تنشل انها تحركي فتكلم. ماشي؟ ماشي. طب لو حصل عندي فيها ليجن يبقى عندي حاجه اسمها سنسوري افيزيا. يعني ايه سنسوري افيزيا؟ يعني العيان ده بيتكلم حلو وعمال يتكلم جمل طويله، يعني ما عندوش مشكله في الكلام، بيتكلم عادي، ما المصل ما فيهاش حاجه زي الفل، انما انت ما تفهمش منه حاجه، ما تفهمش هو عايز يقول ايه، ليه كلامه مش متظبط، ما يعني الكلام اللي عايز يقوله. ما انا بقول لك اهو، انت تقول ايه ان انت عايز تقول ايه، ارد اقول ايه، هي مسؤول عنها السنسوري سبيتش اريا دي. طيب هي عندي باظت لاي سبب، البلد سبلاي اللي رايح هناك ضرب، ماشي، هو مش عارف يوصل لك المعنى اللي هو عايزه، ما بتفهمش منه حاجه، هو بيتكلم وكل حاجه بس انت ما بتفهمش منه اي حاجه. ماشي؟ ماشي. طيب اللي بيجي لها انبوت منين واوتبوت منين؟ انبوت من السنسوري والفيجوال والاوديتوري اريا. ماشي. الاوتبوت زي ما احنا قلنا اهو البروكس اريا، ماشي، بعد كده بتبعت للموتور اريا رقم 4. موتور اريا رقم 4 بتروح فين بقى؟ احنا كنا قلنا ان انا عندي حاجه اسمها كورتيكو سباينال، سباينال كورد وكورتيكو نيوكليير، كانت بتروح للموتور كرينيال نيوكليس اللي موجوده في ال كرينيال نيوكليس، الموتور كرينيال نيوكليس يعني. ماشي؟ اللي هي 7 10 12 كرينيال نيرفز، بعد كده بتروح للمصل تقول لها ايه؟ تقول لها اتحركي. ماشي؟ دي مجمعهم بقى ايه؟ يعني روم مع نفسكم لست ريمبر دي. ماشي. بعد كده عندي ايه؟ عندي حاجه بسيطه خالص بقى، هنتكلم عن الاوديتوري ونتكلم عن الفيجن والاولفاكتوري. تاني اوديتوري يبقى كده ايه؟ هسمع، فيجن هشوف، الفاكتوري شم. ماشي؟ اول حاجه الاوديتوري لسه قايلك من شويه او من شويه كتر شويه ان احنا عندي حاجه اسمها برايمري او المين اوديتوري كورتكس، وعندي حاجه اسمها الاسوسيشن. ايه بقى الكلام ده؟ البرايمري او المين تخليك تسمع، الاوديتوري تخليك تشوف اصلا لو فيجن. مين بقى الاسوسيشن؟ انت سمعت ايه؟ انت شفت ايه؟ بس تعالوا نقرا بقى الكلام على ايه. اول حاجه البرايمري اوديتوري كورتكس اللي هي اريا 41 و42، هو ده مكانها، مكانها بالتفصيل. ارجع للمحاضره الاولى هتعرف هتلاقي ايه موجود في حاجه اسمها ترانزفيرس تمبرال جايراي. ايه بقى ترانزفيرس تمبرال جايراي ده؟ قال لك ان انا عندي في الفلور بتاعه البوستيريور ريمس بتاع اللاترال سالكس، لما بنحفر كده شويه كان عندي حاجه اسمها الانسولا هنا، ماشي، بلاقي عندي حاجه اسمها ترانزفيرس تمبرال جايراي، عشان هشوف بشيل حتت عليه، يعني عايز الانسولا كده كانت مدفونه فبشيل حتت عشان اشوفها. فبيقول لك اللي هو في الانر سيرفيس بتاع التمبرال اوبركولم. ماشي؟ ماشي. ارجع للمحاضره الاولى هتفهمني لو مش فاهم كلامي. ايه هي الوظيفه بتاعتها؟ ايه هو الوظيفه بتاعتها؟ دي اللي بتخليني اسمع اصلا. ماشي؟ اللي هي برسبيشن اوف الهيرنج، ادراك السمع. ماشي. الانبوت بيجي لها منين؟ سمع، يبقى هيجي لها منين؟ هيجي لها اوديتوري افرنت او اوديتوري راديشن. مين بقى؟ من الميديا جينيكوليت بادي. ميديا جينيكوليت بادي يعرف ان هو اوديتوري. طيب تعالوا كده نفتكر الميديا جينيكوليت بادي واللاترال جينيكوليت بادي والكلام الغريب ده. كان عندي علينا في الداين كيفالون تقريبا او داين سيفالون في المحاضره دي يعني. اللي انا فاكراه احنا كنا بنقول فيه عندي الميد برين كان من ورا في البوستيريور، كان عندي ايه؟ سوبيريور كوليكولس وانفيريور كوليكولس. سوبيريور كوليكولس دي كانت الفيجن، كانت مسؤوله عن الفيجن يعني.
الاوبتيك نيرف يعني بيجي لها. بعد كده السوبيريور كوليكولاس دي بتبعت لي اللاترال او بتدي لي اللاترال جينيكوليت بودي. لكن الانفيريور كوليكولاس دي كانت مسؤوله عن ايه؟ عن الاديتوري، وكانت بتدي للميديال جينيكوليت بودي. اهي ادي الميديال جينيكوليت بودي ماشي. والكلام ده فيه يعني صعب يجي هنا شويه لو سؤال يعني ماشي. بيقول لك مينلي فروم الاوبوزيت سايد وبارتلي فروم السيم سايد. يعني ايه الكلام ده والكلام ده مهم؟ قال لك بص انا عندي اتنين عين صح، معلش عذر عن القطع، انا عندي اتنين عين ماشي، معلومات بديهيه يعني، وعندي اتنين سيريبرال هيمسفير ماشي. ايه بقى الانبوت اللي بيجي لي البرايمري اوديتوري كورتكس او البرايمري اوديتوري اريا دي؟ لكن هي بيجي لها اوديتوري راديشن اوديتوري افلن من مين؟ من الميديال جينيكوليت بودي ماشي. بمينلي من الاوبوزيت سايد، يبقى هي مينلي من الاوبوزيت سايد، لكن بيجي لها برده بارتلي من السيم سايد. يبقى بيجي لها من مكانين، من الاوبوزيت سايد من السيم سايد. طيب لو انا حصل عندي ليجن هل انا هفقد السمع ده نهائي؟ لا، ما انا بيجي لي من مكانين، فالسمع ده هيضعف. يبقى عندي حاجه اسمها باي لاترال ديمنويشن للهيرنج، يعني السمع بتاعي هيضعف. مينلي فين؟ مينلي في الاوبوزيت سايد، زي ما كنا فوق بنقول مينلي في الاوبوزيت سايد، يبقى هنا مينلي في الاوبوزيت سايد. خلصنا. بعد كده عندي مين بقى؟ الاسوسيشن اريا، اللي هي رقم 22، هو مكانها هنا. 22 على فكره كنا قلناها من شويه هنا، يعني كنا قلناها تبع الاريا دي ماشي، مش مشكله. موجوده فين؟ موجوده في السوبيريور تيمبورال جايرس ماشي. وظيفتها سهله بقى قوي، نومنج ذا مينينج اوف ريسيفد ساوند، تعرف معنى الاصوات اللي انت سمعتها دي ايه اصلا تمام. طيب لو حصل فيها ليجن، العيان هيسمع الصوت بس مش عارف هو سامع ايه، اسمها اوديتري اجونوزيا ماشي. ماشي. بعد كده نتكلم عن الاولفاكتوري، احنا كده اتكلمنا عن الاوديتري، فاضل لنا اثنين فيجن، واحده برده هقول البرايمري البرايمري اسوسيشن، الاولفاكتوري الاثنين مع بعض، البرايمري مع الاسوسيشن ماشي. عارفه بس في الاولفاكتوري مكانها بس، هو ده اللي كاتبه لك ماشي. موجوده في الانكس، الانكس ده اللي كنا بنشوفه فين؟ في البوستيريور سيرفيس ماشي، في الانفيريور سوري اللي بقوله ده، في الانفيريور سيرفيس ماشي. موجوده في الانكس والانتيريور بارت بتاعه البارا هيبو كامبيال جايروس ده ماشي، كان تحت الحاجات دي، كان موجوده تحت في الانفيريور سيرفيس برده في المحاضره السابعه، بس قال لك مكانها ماشي. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها بقى هما الاثنين بتوعنا اللي هما بص، اول حاجه كان ايه؟ كان الفيجوال البرايمري فيجوال سنسوري اريا، ودي الفيجوال اسوشيشن. اول حاجه برايمري فيجوال سنسوري اريا دي مسؤوله عن ايه؟ ريسبشن للفيجن، خلينا نشوف اصلا يبقى الانبوت جاي له منين؟ اهو فيجوال راديشن من مين؟ لاترال جينيكوليت بادي، خلاص قلناها. طب لو حصل عندي ليجن، الحته دي بقى حلوه، شايف الاسم الجعلوش خالص ده؟ تعالى بقى نفهم يعني ايه بعد كده نقراه. بص انا عندي دي اي اهي، دي كده هنا اي، المفروض يعني الاي بولت يبقى هنا والاي بولت يبقى هنا صح؟ صح. اللي قدام الكره دي هو عاملين نصها اصفر ونصها ابيض، دي اسمها الفيلد، مجال الرؤيه بتاع كل عين. يبقى ده الفيلد الفيجن فيلد او مجال الرؤيه بتاع العين دي، وده مجال الرؤيه بتاع العين دي. هنقسمه نصين كده، نص ونص. بيقول لك الاشعه هو انا بشوف ازاي؟ بيقع عند الاشعه بتنعكس، بتنعكس توصل للريتنا، توصل للرز والكون صح؟ الرز والكون تحولها لي بقى الالكتريكال، تمشي في الاوبتيك نيرف، بعد كده تعدي على الاوبتيك كايزما صح؟ تعالى بقى اقول لك اللي بيحصل. الأشعة اللي بتجيلنا من الرايت هاف، يعني كده العين اليمين وده العين الشمال ماشي، الرايت هاف يعني النص اليمين من الرايت فيجوال سايد، ادي كده الرايت فيجوال سايد عشان قدام الرايت اي، النص اليمين من الرايت فيجوال سايد. الأشعة اللي بتيجي هنا بتقع على يعني مين؟ على الريتنا طبعا، على الريتنا. قال لك بص بقى الريتنا بنقسمها لجزئين، مش بنقسمها لجزئين، قال لك ان جزء الريتنا اللي موجود هنا كده ناحيه النوز وناحيه النيزل كافيتي والكلام ده بنقول عليه نيزل ريتنا، بنقول عليه ايه؟ نيزل ريتنا. طيب لو هنا جزء الريتنا اللي هنا اقول عليه تمبرال ريتنا. تاني يا دكاتره انا عندي دي كده الريتنا بتاعتنا اهي هنا، وعندي الريتنا بتاعتنا هنا موجوده. طيب ماشي، دي كده الاوربت يا جماعه، دي كده الاوربت ماشي، دي كده الريتنا المفروض تبقى هنا وتبقى هنا ماشي. قال لك ان جزء الريتنا اللي موجود ناحيه النوز والنيزل كافيتي والكلام ده كله بنقول عليه نيزل ريتنا. طيب اللي موجود ناحيتي من الناحيه دي اسمه التمبرال ريتنا، ادي تمبرال ريتنا وادي نيزل ريتنا. بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك ان الاشعه اللي بتسقط على النيزل ريتنا
بتنعكس اليمة التانية. ايه الكلام ده بقى؟ بص عندي دي الرايت اي وده الرايت فيجوال فيلد، هنقسمه نصين ناخد الرايت هاف منه. قالك ان الرايت هاف بتاع الرايت فيجوال فيلد الأشعة بتاعته بتسقط على النيزل ريتين. ماشي، انا فهمت لحد دلوقتي يعني بقى بتنعكس اليمة التانية. بص كده لما تدخل البصيل بتاعها تعدي على الاورتيكا يزا، هل هي بتيجي كده؟ لا تبص الخط الاصفر ده دخلت كده انعكست اليمة التانية. ماشي فهمت كده. طيب اكمل لك المعلومة واقول لك ان الاشعة اللي بتبقى موجودة على الرايت هاف بتاع الليفت فيجوال فيلد، هو ده كده، ده كده الليفت فيجوال فيلد، دي كده الرايت هاف بتاع الليفت فيجوال فيلد اللي هي المكان الاصفر ده. الأشعة بتاعتها بتقع فين؟ بتقع على التمبورال ريتنا. اللي بيقع على التمبورال ريتنا ما بينعكسش اليمة التانية. تاني، اللي بيقع على النيزل انعكس وجالنا هنا، اللي بيقع على التمبورال ما بينعكسش، بيمشي كده ما بيدخلش الاوبتيك كايزما اصلا، بيقوم جاي كده. ماشي، خلاصة القول ان اللي انا عندي النص اليمين من الرايت فيجوال فيلد والنص اليمين برضو من الليفت فيجوال فيلد اللي هما الاثنين الافريقة دول، الاثنين دول بيمشوا كده 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 كده، والسنتر بتاعهم او مش السنتر بتاعهم اللي بيحصل لهم ريبريزنتيشن عند الاريا رقم 17. فلو الاريا 17 اللي هنا اتضربت هيحصل عندي فقدان للرؤيه في النص ده، في النص الاصفر ده هيبقى اسود، اسود يعني مش شايف يعني فيه. طيب لو العكس، لو العكس، لو الاريا 17 اللي هنا اتضربت هيبقى نفس الفكره بس النصين دول، النص ده والنص ده. اتمنى تكونوا فاهمين يعني. ماشي، تعالوا نقرا بقى اسم الليشن كده. كونترا لاترال، ماشي، كونترا لاترال اللي هو العكس. هومونيموس، هومونيموس يعني متماسك، اللي عندي زي اللي عندي انا هنا. ماشي، كونترا لاترال هومونيموس. هيمي انوبيا، هيمي يعني نص، نوبنيا دي او هيما نوبيا دي يعني نص الفيلد، يعني ده كده فيلد اهو، الكره البيضاويه وده كره بيضاويه، نص الفيلد هنا اتضرب ونص نص الفيلد هنا اتضرب. ماشي ماشي، ده معنى كده. بعد كده عندي الفيجوال اسوشيشن اريا 18 و 19، دي الوظيفه بتاعتها انك بتعرف معنى الكلام اللي انت شفته، انت شفت صور بس انت هنا عرفت معناها. طب لو فيها ريجن عادي عرفنا بقى اسمها فيجوال اجونوزيا. ماشي، وغالبا ما انت واخد بس مش مشكله. ماشي، لكنك شايف الحاجه لكن مش عارف هو شايف ايه. ماشي ماشي، دي مجمع لك، بس مجمع لك الـ يعني ال الافكتد اريا بيدوا عنها ايه، يعني اسم الحاجه. ماشي، والميننج بتاعها الكلام ده احنا قلناه كله، هتعدي عليه كله، هتلاقينا كلنا يعني كله قلنا، فانتوا اقراوا مع نفسكم يعني. وبس كده، بالتوفيق يا دكاتره، ادعوا لنا كتير، وادعوا طبعا لاخواتنا المستضعفين في كل مكان. لو عندكم اي حاجه او حد مش فاهم اي حاجه يبعت لنا. وبس كده، السلام عليكم.